او في كل الطرق. ضربة حرة حسين الشحات اتلعبت على القائم الاول وجول جول 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 يا عيني يا عيني يا عيني عبد المنعم وجمال عبد المنعم في الدقيقة 38 يسجل أول أهدافه في دوري مايل. لا 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 الأهلي فايق الأهلي رايق وجمهور الأهلي مبسوط مش متضايق. محمد عبد المنعم في الدقيقة 38 بلمسة بديعة وجملة جميلة جملة فنية ما كده ولا أبدع من كده. بص شوف الحلاوة بص شوف الطعامة. صحيح أهداف ماركة عبد المنعم بضربات رأسية النهاردة تنوع في الحلويات والقطايف واللطايف وأول أهداف عبد المنعم في دوري نايل وثامن أهداف محمد عبد المنعم في مختلف البطولات في لقاء رقم 108 محمد عبد المنعم وجمال عبد المنعم في